تنفذ إحدى مؤسسات المجتمع المدني بأسوان عددا من المبادرات والمشروعات الخاصة بقضايا الأطفال، وفي هذا الصدد يتم تنفيذ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نجلاء بهي الدين. بدأ مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال في تفعيل آليات العمل لحماية الأطفال بقرى محافظة أسوان من خلال حملات التوعية، وذلك بعقد مجموعة من اللقاءات مع قادة الرأي ورجال الدين لمناهضة ختان الإناث والزواج المبكر من خلال اللقاءات المباشرة مع أهل القرية وكذلك الأنشطة التوعوية. بنتكلم دايما في كل المواضيع، بس اللي كان يهم البنت والراجل وكده موضوع ختان الإناث ده، أي نعم احنا حاربناه والدولة حاربته بطريق يعني بكل الطرق. بعض القرى عندها مفاهيم برضو حاولنا نتغلب عليه، عندنا هنا احنا في القرية عملنا مجالس وقعدنا مع الناس وتفهمنا وجبنا أطباء معانا برضو، لأن موضوع الأطباء ده كان مهم جدا، ويمكن هو اللي أقنع أغلب الناس موضوع الأطباء، لأنه ده فيه بتحصل مصيبة، نزيف، موت محقق، غير ده وغير ده المرأة نفسها ما تحسيش في سعادة زوجية بالنسبة للرجل اللي هو معاها، ولا فموضوع ختان الناس كان ده موضوع مؤرق لكل القرية أو لكل قرى مصر، وده كان منتشر فعلا في الفترة السابقة. بنحاول إلى قدر الإمكان، بس الحمد لله إحنا عندنا في القرية هنا ما فيش خالص يعني ختان الناس ولا. بس أكيد ثقافة الناس اتغيرت، الوعي اختلف، نسبة الناس نفسها اللي كانت بتقوم بالظاهرة دي يعني قربت تتلاشى تقريبا. ده موضوع زي التار كان يعني بالظبط. دلوقتي بسم الله ما شاء الله الناس تفتحت هذا الموضوع وعفوا بناتهم من هذه العادة، عادة سيئة. احنا دائما بنناقش مواضيع الأسرة بجميع نواحيها، ازاي تتبني الأسرة وازاي تنجح الأسرة، وبدايتها بتكون من الزواج العدد اللي هو ايه بالسنين القانونية بتاعته اللي بعد العشرين أو التمنتاشر أو التسعتاشر سنة بالنسبة للفتاة، والزوج يكون من 21 24 وهكذا. بتكون في أسس لهذه المواضيع، بتكون في تفاهم بين القبائل وبين المشايخ وكلام من ده، والستات نفسها حاليا دلوقتي دائما بتقعد جنب بنتها بتقول لها سنك، بتقريها دائما، بتوعيها للايه للحياه الافضل، اللي هي دائما انت اعملي مشروع، اعملي مش عارف كذا كذا، تسلي نفسك لغايه ما ربنا يكرمك ان شاء الله وتتم السن القانوني. ودلوقتي الحمد لله يعني في فتره يعني مفتوحه جامده قوي على موضوع الشابات بخصوص يعني دائما تلاقي الشابه هي اللي بتقبل على العمل اقوى من الشاب. يعني البت بتقول لها النهارده في تعيين في المجلس مثلا، تروح ما بتفكرش تقول انا هاخد كام، لكن الشاب هو اللي اول حاجه بيفكر بيقول انا عاوز اخد كام. هي الشابه بتركيبتها كلها كده ان هي عاوز تظهر في ايه في حياة، والحياة حاليا دلوقتي على في أيام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله مفتوحة المشاريع بكل في كل بلد، فيه مشروع في كل قرية، فيه مشروع دلوقتي لو بصيتي لحياة كريمة فاتحة. يعني لو الشباب ده الشباب والشبات ممكن بيروحوا للشغل ده، بيروحوا للجمعيات. أنا عندنا نفسنا عندنا جمعية فيها أكثر من ست بنات، لو قلت لشاب تعالى هيقول لك ايوه جايك ومش حياجي، لكن هي تجيك في الميعاد او قبل الميعاد. احنا بدايه طبعا بصدد الموضوع، احنا بصدد اللي احنا عملنا الندوه التوعيه على اساس اللي هو موضوع ختان الاناث، واحنا الحمد لله رب العالمين نتيجه برضه الجهات الدوله المختصه كلها والمعنيه بهذا الامر يعني افردت مساحه كبيره لهذا الموضوع. الحمد لله احنا بنشوف نجاح ملموس ان الموضوع طبعا قل غير الاول خالص، يعني لما بدانا في 2014 غير دلوقتي احنا يعني نسبه كبيره جدا، الموضوع يعتبر شبه منتهي. وكمان طبعا احنا بنقول يا اخوانا ان دي جريمه بشعه وجرمها القانون المصري، يعني الماده 242 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنه 37 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2021، واللي هو طبعا جرم موضوع ختان الأناس وقضى نصة المادة دي بالحكم المشدد أو بالسجن المشدد 5 سنوات
لأي حد يمارس هذه الجريمة البشعة وهي ختان الإناث. شدد العقوبة برضو لسبع سنوات لو حصل أي ضرر نفسي أو أي تهتكات أو أي مشكلة، وشدد برضو لعشر سنوات لو كان حصلت أي وفاة لا قدر الله. دي جريمة طبعا بشعة في حق الأنثى، والحمد لله الدولة بتحاربها بكل ما تملك. احنا في القرى ما شاء الله يعني عملنا ندوات توعية كبيرة جدا وآتت ثمارها برضو. احنا الحمد لله رب العالمين فرحانين ان الموضوع بدأ خلاص يتعرف كصحيا، بدأ ان يتعرف ان الموضوع ده هو ليه تأثير سلبي على الصحة العامة للأنثى وعلى الصحة النفسية، وبعد كده برضو ليه تأثيرات أخرى وأضراره شديدة، الأضرار الصحية شديدة، ومنها طبعا أمراض بتنتشر بعد كده نتيجة هذا الفعل المجرم بقوة القانون المصري. قرى محافظة أسوان تبدأ فعاليات مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال، والذي يتم تنفيذه في محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، حيث يتم عمل جولات لتوعية أهل القرى تحت عنوان تحديات القضاء على ختان الإناث وزواج الأطفال. قرى محافظة أسوان تبدأ أولى خطواتها للاشتراك في مشروع مجتمعات أكثر أمانا للأطفال. من قرية الشطب كانت معكم نجلاء بهي الدين، أخبار طيبة.